إن دموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 من يونيو طريقاً نسير فيه. استطعنا أيضاً وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه. نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر، لا نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل غال ونفيس، متمسكين بتحقيق أحلامنا، متسلحين بالعزم والإرادة. بيقولوا إنه تعريف الشجاعة مش هي غياب الخوف، لكن الشجاعة هي اتخاذ القرار الصحيح بالرغم من الخوف، إنك تقدر تاخد قرار سليم رغم كل الظروف المعاكسة واللي بتقول عكس أو اللي بتحط مخاوف عليك بشكل شخصي أو على سلامتك. هو ده اللي حصل تحديداً في 30 يونيو من الناس، ثم في 3 يوليو من رئيس عبد الفتاح السيسي. كانت شجاعة مش عايزة أقول غير معهودة، لكنها كانت شجاعة في مواجهة خطر حقيقي، خطر ينتزع الهوية وخطر يغير المستقبل، وكان كمان عايز يمحي التاريخ. فاللي حصل في 30 يونيو واللي حصل في 3 يوليو من حقنا جدا اننا نفتخر بيه. من ضمن الحاجات اللي فرحتنا والنهارده حتى ابتدينا كلام عنها كانت فيلم القرار. فيلم القرار جه بعد 7 سنين من ثورة 30 يونيو، وجه بعد هدوء كبير حصل، هدوء واستقرار، ده كان في وقت من الأوقات أقصى أحلامنا، لكن كمان جه بعد ما كل واحد فينا ابتدى يحس في دايرته بثمرة حقيقية للتغيير. احنا بنشوف تغيير عجيب في مصر، تغيير سريع جدا، لكن توقيت القرار وطريقة صناعته والشهادات اللي سمعناها فيه ملائمة جدا، لأننا كلنا كمصريين نبقى فخورين أننا كنا جزء من الحدث ده. تعالوا نسمع كده جزء من فيلم القرار اللي كلنا التفينا حواليه في اليومين اللي فاتوا وشفناه بقدر كبير، مش بس بالاهتمام لكن كمان بالإحساس بشكر وامتنان عظيم لربنا أننا كنا هنا وبقينا النهاردة واقفين هنا. كان في يوميا بيحصل مظاهرات من بعد الاعلان الدستوري، وكانت تحديدا كمان قدام مقراتهم هنا في بورسعيد مقر الحريه والعداله، وكانت احداث دمويه كمان لان كان يعني هم بيتعاملوا مع المتظاهرين بعنف شديد جدا. يوم 28/6 حصل ان احنا كنا مجتمعين في هذا المكان، حصلت قنبله الغدر اترمت علينا، جت في صدر الشهيد صلاح، وقع بيها على الارض، جرينا عليه عشان نحميه منها او عشان ناخدها منها، انفجرت فينا كلنا، لكن هو عشان كان نايم فوقها فهو تحملها كله، للاسف انقطعت راسه عن جسده. طبعا كان انفجار شديد جدا، هز الارض لدرجه ان كل اللي كانوا حواليه اصابوا يعني اصيبوا باصابات بالغه. صلاح احد مصابي قنبله ميدان الشهداء في بورسعيد، اهلا بك يا فندم منورنا.
مساء الخير يا استاذ سامي، حضرتك. يعني حضرتك كتير طبعا تابعوا الفيلم وتاثروا بشهاده حضرتك، واحنا بنقول لك مره تانية الحمد لله على سلامتك. و اخبار الاصابه ايه لو حضرتك تحكي لنا؟ يعني كنت بتقول ان انت لسه في معاناه منها لغايه دلوقتي. هو الحقيقه انا اصابتي اصابه مزمنه، انا عندي جروح في كل جسمي بالكامل، خصوصا الجنب الايمن، ذراعي وصدري وقدمي، قدمي مشوهه تماما. يعني الحمد لله على كل شيء، كنت في جروح شديده جدا، قعدت في المستشفى حوالي 3 شهور، ورحت المركز الطبي العالمي واجريت بعض العمليات واجريت اكثر من عمليه في قدمي، والحمد لله الحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله ان حضرتك معانا وبخير، وان شاء الله الجروح دي تخف مع الوقت. دكتور شريف، يعني واحنا بنسمع شهاده حضرتك ما اعرفش ليه افتكرت او ربطت ما بين الابطال اللي كانوا في حرب 73، اللي كانوا اللي خرج باصابه واللي كان بيتكلم عنها. ايه وجه المقاربه او الانتصار اللي حضرتك حاسه النهارده واحنا بنحتفل ب 30 يونيو ما بين هزيمه عدو؟ يعني احنا بنشوف كده انه في اجيال هزمت اعداء خارجيين او خارجيه، اعداء من الخارج، لكن في اجيال حضرتك واحد منهم، وحضرتك واحد من الناس اللي كانوا شهود عيان على عدو في الداخل. حضرتك شايفها ازاي النهارده بعد 7 سنين؟ في الحقيقه هو عامل الربط ما بين الاثنين ان هو اراده الشعب المصري. النصر كان في 73 كان باراده الشعب المصري. النصر 30 يونيو برضه كان باراده الشعب المصري. اختلفت الطريقه ولكن اراده الشعب المصري كانت واحده. كل الشعب توحد خلف هدف واحد. الحقيقه حصلت احداث مرعبه جدا في ثوره 30 يونيو، قبل 30 يونيو وكان في اراقه دماء وعنف، لكن اصعب شيء وخلى الجميع يخرج من اجله هو احساس الشعب المصري بان هيحصل شق في نسيج الوحده الوطنيه، وده اكتر شيء بنحس بيه في مصر. عشان كده كلنا خرجنا بلا خوف، خدنا القرار ونزلنا من اجل التغيير. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور شريف، ونتمنى يعني ان حضرتك تكون بصبرك وباجتهادك وبرغم ما قصيت من الحقيقه من الام، لكن ان شاء الله تظل سيرتك ملهمه لكثيرين غيرك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف صالح، احد مصابي قنبله ميدان الشهداء في بورسعيد واحد المشاركين في فيلم القرار.